برز جدا دور الشباب السوري والجمعيات والمبادرات، وبالأخص خلال السنتين أو الثلاثة الماضيات اللي كان فيهم وضع اقتصادي صعب مع وضع صحي وطبي صعب كتير، وهلأ حاليا بلشنا نشهد أيضا موجة جديدة من ارتفاع الأدوية، وبالتالي صار عندنا بعض المشاكل الصحية والطبية. اليوم رح نحكي أكثر عن جمعية من الجمعيات اللي كان لها دور فاعل جدا ضمن هي الفترة الماضية بالشق الطبي والصحي. عم نحكي عن جمعية تشارك اللي رح يعرفنا أكثر على مبادراتنا. ضيفنا بالاستوديو الدكتور مصطفى عباس. مصطفى صباح الخير دكتور عباس، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. جمعية تشارك، خبرنا عن فكرة هي الجمعية. هلا نحن إذا بدنا نحكي على البدايات، جمعية تشارك كان المؤسس الحقيقي والهيئة المؤسسة فيها أغلبيتهم من فئة الشباب. يعني فئة الشباب بدنا نقول هي كانت مركز زي المبادرات اللي طلعت كلها، ونحن حاولنا قدر المستطاع أنه يعني فكرتنا اللي بلشنا فيها نحاول نوصلها للكل ونعطي مجال أوسع لفكرة العمل المجتمعي والتطوعي. طيب أنت تقريبا بدأت جمعية تشارك، وخلينا نحكي عن أبرز المبادرات اللي ضمتها. تمام، خلينا بداية نبلش بالمبادرة الأساسية. هي الفكرة اللي بلشنا نحن فيها هي فكرة مبادرة عقمها، هي المبادرة اللي بدأت مع جائحة كوفيد-19. صحيح. وفينا نقول نحن يعني كانت مواكبة للحدث، يعني نحن بدأنا قبل انتشار الفيروس بوسائل النقل، يعني التوعية، وسائل التوعية، وسائل الوقاية اللي كلياتنا بنعرفها، مثل يعني توزيع الكمامات، فرق التعقيم، هالأمور. ومع تطور الفيروس وانتشاره نحن كمان واكبنا الحدث وتطورنا معه، لانه صار في عندنا حاجة لاسطوانات الاكسجين واجهزة توليد الاكسجين وغيرها من الاجهزة اللي بتحتاجها المرضات. فاغلبية يعني العمل كان بهي الفترة يعني اختصينا بموضوع الكورونا، لانه هو كان بوقتها في حاجة ماسة لهذا الموضوع، وكان في عندنا شوية من النقص لانه ما كنا مجهزين نحن تماما، ما كنا عارفين شيء عنه. طبعا مو بس نحن، كل العالم، كل العالم صحيح كان ما عنده علم انه شو تطوراته او شو عم يصير فيه، يعني كان شوي صعب بدايتها. وبعدين نحن بهي الفكرة الأساسية بدينا وتطورنا يعني لأكثر من شيء. يعني بعد ما نحن أسسنا مبادرة دكتور عقمها اللي هي كانت فريق طبي شامل يضم الكورونا وغير الكورونا، يعني هذا كان فريق طبي مجهز على مدار 24 ساعة بيستقبل استشارات الهاتفية والمعاينات المنزلية، وكان في عندنا نحن عضو فريق الاستجابة كان يستقبل الاتصالات عبر رقمنا الإسعافي، هو كان يوجهها حسب تقديراته إما لاستشارة هاتفية أو معاينة منزلية. طيب دكتور خبرنا أكثر عن نشاطات الجمعية السابقة اللي قدمتها على أرض الواقع، يعني ذكرت حضرتك شيء بخص مواضيع الطبية، كان في شيء جوانب ثانية؟ طبعا، يعني احنا بلشنا بعقمها، أسسنا دكتور عقمها، طبعا هي كانت المضمار الطبي بظل جائحة كورونا، بس كمان كان في لنا نحن نشاطات ثانية مثل مبادرة تشريك، كانت تعنى بأطفال اللي ما عندهم أهل أو أطفال الميتام أو أطفال يعني الشوارع حاليا اللي عم نشوفهم كتير. حاولنا نحن نأمن لهم أنه مثل اللباس، أنه بالشتاء أو هالأمور هاي، يعني رحلات ترفيهية، وحاولنا نقدم أنه قد ما بنقدر مساعدات للميتام مشان يعني هالأطفال هاي أنه تحسن الوضع بشكل عام. طبعا بالإضافة للأعمال الخيرية الموجودة ببيل، بس نحن ما بنحب يعني كتير نعطي ضوء على هاي الأعمال، مثل أنه توزيع اللحوم أو السلة الغذائية كانت موجودة بس تقريبا شوي ما بنحب نعطيها نحن الإعلام لهالأمور هاي. يعني كانت الإعلام أقوى للمبادرات الطبية والصحية. طيب بما أنه نحن عم نحكي اليوم عن يعني وضع شوي صعب حاليا، في كتير احتياجات يمكن تولدت خلال هاي الفترة، وصار قدامكم كمان عبء ومسؤولية إضافية حتى بالموضوع الصحي والطبي، هل هذا الشيء هذا المشروع عم تحاولوا تطوروه؟ يعني اليوم دكتور عقمها اللي صار بكل الأوقات مو فقط وقت جائحة كورونا بيقدم يمكن استشارات طبية بتخصصات مختلفة، هل في تطوير لهذا الشيء حتى نخفف شوي من عبء التكاليف الصحية على الناس؟ تمام، أنا ذكرت بالبداية أنه عم نحاول نحن نواكب الحدث، أو خلينا نقولها بالشرح التمام، نواكب الاحتياجات. صحيح. يعني احنا وقت اللي كان أنه للكورونا اختصينا بالكورونا، لقينا أنه في احتياجات أكثر من كورونا، يعني المعاينات ما خليناها تختص انه بالكورونا،
خليناها تكون شاملة لكل شيء، لجميع الأمراض يعني، وحاولنا قدر المستطاع نحن نعدد الاختصاصات الموجودة عندنا بحيث أنه نغطي قدر المستطاع ونخفف، أنه هاي المعاينات كلها عم تكون معاينة مجانية. يعني حاولنا بشكل عام أنه نصل لأوسع دائرة ونقدم قد ما بنحسن، بس بدنا دائما نتذكر أنه في إمكانيات عم تحدنا. بس طبعا عم نحاول نبذل أقصى شيء يعني، وماشيين نحن مثل ما قلت لك مواكبين الاحتياجات، وعم نحاول كل ما نتقدم بهذا الموضوع، واكيد نحن ماشيين بهذا الموضوع التطوير. موضوع الادويه هو موضوع جديد نحن بلشنا فيه، صح انه بعد امكانيته يعني مثل ما بيقولوا ضعيفه، بس يعني ان شاء الله عم نحاول قد ما بنحسن نطور ونحدث هذا الموضوع. يعني هون بدي اسالك، يعني مع الظروف المعيشيه الصعبه اليوم وارتفاع الاسعار مثل ما شفنا ارتفاع اسعار الادويه، عم تقدروا تامنوا الادويه المناسبه للاشخاص المحتاجين؟ هلا بظن ما فينا اي حدا انه يحكي انه عم نامن 100%، بس عم نحاول نحن باقصى جهد انه نامن المستلزمات. يعني شو عم يعني كيف عم يصلنا نحن الدعم؟ عم نحاول نوزعه انه بحيث يصل لاكثر الناس عددا، يعني حاول انه لو انه الوصفه الطبيه اللي عم تصلنا صح نحن ما عم نغطيها 100%، بس عم نحاول انه فوق ال 50% يكون مغطاه هاي الوصفه. يعني بشكل عام لأي شخص عم يطلبها، انه حتى في ايام عم تكون الادويه مو موجوده، احتمال عم تكون عندنا مثلا موجوده او متوفره. في حال كانت برا البلد ممكن تتامن او شيء اذا كانت الادويه في والله حد ممكن يوصله؟ انه نحن تقريبا الدعم اللي عم يجينا هو من هون، يعني من شركاتنا الطبيه او نماذج طبيه او من المجتمع المحلي يعني. صحيح. طيب خلينا نحكي اليوم كمان عن طريقة التواصل. يعني نحن بنعرف أنه مواقع التواصل الاجتماعي أخذتوها كمساعدة للناس، بدأتوا في لكم صفحة موثقة ومعروفة. صحيح. وأيضا لكم حسابات وفي أرقام دائمة موجودة، بنعرف في مثل الكول سنتر، يعني بتصل الشخص بيقدر بتحولوه لشخص اللي هو معني بهذا التفصيل. قدي حاولتوا تعملوا التوثيق لهذا الموضوع ويضل في مصداقية، يعني ما لأنه صرنا نشوف في نسخ في صفحات مبادرات طبعا. حاولت تقلد، حاولت تجمع تبرعات ببعض الأحيان، وهون الناس صارت تخاف شوي من موضوع النصب والاحتيال. فقدي حاولتوا تحافظوا على هذا الشيء مصداقية؟ هلا نحن اللي أكثر شيء نحن عملنا عليه إنه الرقم الإسعافي اللي بدينا فيه من أول يوم لليوم بعده موجود ومعروف، ونحن تقريبا دائما بأي انتقال من مركز لمركز أو بأي شيء كان عم يصير كنا عم نوثقه 100% بحيث ما يصير لغط مع العالم. يعني مركزنا نحن موجود، رقمنا الإسعافي الرقم الأرضي كله مثبت بأي بوست نحن بننزله، بحيث أنه العالم ما تخربط أو تضيع. يعني مبادرة عقمها كانت موجودة برقم الإسعافي بالحساب البنكي بأي شيء موجود، هو كله كان مثبت. واحد ما تغير من البداية حتى أبدأ. الآن حتى نحافظ أبدأ. على المصداقية فينا طبعا ما غيرنا إحنا شيء، وأي رقم كان بديل أكيد ما له علاقة فينا نحن. رقمنا ثابت من وقت اللي بدينا لليوم. يعني لهاللحظة هاي الرقم الإسعافي هو الرقم الأرضي هو. هالأمور كلها خبرنا عنه الرقم مشان في حال إذا في تواصل 0982 480 354. هذا الرقم الإسعافي اللي بدينا فيه قبل ما يكون في أرضي حتى لليوم، هو الرقم الثابت اللي عم يكون الكول سنتر متواجدين عليه 24 ساعة. تمام. يعني في صعوبات اليوم بتواجهكم كشباب بهي المهمة؟ هلا الصعوبات حالات كثير ممكن تواجهكم بشكل عام. الصعوبات خليني بلش بالصعوبات اللي عندنا بعدين الصعوبات اللي برا. تمام. اليوم بالصعوبات انه نحن عم نحكي انه الفئة اللي بدت فيها مبادرة عقمها لدكتور عقمها لتكونت جمعية تشارك هي كانت من فئة الشباب. اليوم نحن بظل هذا الوضع اغلبية الشباب اليوم عندهم شغل او اثنين بنهار، فعم تكون اوقاتهم كثير محدوده انه يقدروا يساعدوا او يخدموا، لانه كمان في عندهم اشغالهم الخاصه. صحيح. وكمان فينا نحكي انه عن النقل، نحن كان في عندنا النقل كثير كانت مشكله شوي تحد بينه وبين يعني الناس اللي بحاجه. طبعا كنا عم نحاول نحن انه اوسع واوسع نصل لابعد مطارح، بس كان في موضوع انه الامكانيات محدوده. هي اي تقريبا فيك تقولي انه كانت اغلبيه المشاكل اللي واجهتنا انه موضوع النقل توصيل، لانه في كثير عالم بيوتها بعيده، غير انه بيوتها بعيده في عالم انه كانت العالم تخاف تقرب عليه. ما حدا انه يفوت لعندها على البيت او يقول لك انه مشان ما انعدى او اقعدي بيتي. فكان عندنا نحن فريق انه مجهز هو ومتبع وسائل الوقايه كلها، ويحسن يفوت ويطلع من البيت بدون لا ينعدى ولا يعدي حدا انه غيره. فهي شوي هي كانت انه مختصه فينا، ولازم نحن نكون على الارض. كثير عالم كانت تبعد انه عن مريض الكورونا او تخاف، لانه كان انتشاره واسع وحتى كان مخيف يعني
فترة من الفترات. يعني يمكن حتى هلا ونحن عم نحكي اللي عم يسمعنا ودائما بنقول اللي بيحاول يوجه دعم يكون هذا الدعم موظف بشكل معين، يعني مثل جمعيتكم بحاجه يمكن لدعم بما يخص وسائل النقل، اللي بيقدر يتبرع يمكن بخليني اقول توصيل او بهذا المجال يمكن بيوفر كثير لكم، لانه انتم عم تحاولوا تسدوا ثغرات المشاكل الاخرى او الشغلات الصعبه الثانيه. هلا موضوع الدعم إذا بدنا نحكي نحن بالعامية وبصدر رحب، يعني موضوع الدعم ما بيوقف، لأنه كيف ما عم يجينا دعم نحن عم نطور فيه. يعني نحن بدينا أنه بعلب تاتش وعلب كمامات، إجا دعم أقوى، مثلا أمننا أسطوانات الأكسجين، أمننا الأجهزة التوليد، في دعم كان مثلا حاولنا أنه نوسع المركز يكون في كماليات أكثر، بعدين حاولنا نأمن سيارات أنه تطلع توصل الأسطوانات للبيوت المرضى اللي ما عم تحسن تنزل، بعدين فتنا بالدواء. يعني اي دعم عم يجي هو عم يساعد لنتوسع نحن، فهذا موضوع الدعم ما فيني اقول لك انه فينا انه حد الدعم هالقد او كيف، يعني بجميع الاحوال نحن بحاجه الدعم عم نكون دائما. خصوصي انه هلا من جديد موضوع الدواء، موضوع الدواء يعني بظن انه موضوع شوي صعب عم يكون، صح، ومتنوع وعديد. يعني بدك تقولي انه في اياما انه عم يكون شخص بحاجه 6 أو 7 ادويه دائمين هدول. يعني تمام، هي الوصفه عم تكون كل جمعه مطلوبه. اكيد. طيب دكتور خبرنا اكثر عن الشباب اللي مشاركين بهي الجمعيه، هل هن شباب جامعيين في عمر معين للانتساب لجمعيتكم؟ هلا عمر معين نحن ما حددنا، بس مثل ما قلت لك انه كان المركز والاساس انه فئه الشباب. فطبعا كانت اغلبيتنا طلاب جامعيين، يعني في منهم انه تخرجوا ضمن عقمها او ضمن جمعيه التشارك، يعني بدوا معنا طلاب وبلشوا يتخرجوا هلا حاليا. يعني كانت انه اختصاصات متنوعه يعني بجميع الاحوال، كان في انه يعني شباب معنا غير جامعيين مثلا كانوا انه ضمن اعمال باوقات فراغهم كانوا يفوتوا لعنا او يساعدوا قد ما بيحسنوا. كمان يعني ما في ننكر انه لكم كان دور كثير كبير اثناء فتره كورونا وبعدها، حتى بموضوع الاحصاء والاعداد، وصار في تشاركيه بينكم بين وزاره الصحه بهذا الموضوع وحتى غيره، هذا الشيء كثير مهم. هل بتفكروا تدخلوا بمجالات اوسع من مجال الاغاثي، يعني بحيث يكون عملكم دائم ومستمر؟ تماما. هلا نحن ان شاء الله عم نجهز لمركز عيادات جديد، يعني حيكون بيشمل عيادات نسائيه وداخليه واطفال. هلا حاليا قيد الانشاء، يعني باذن الله فتره قصيره بيكون جاهز بدايه انه هذا المشروع، وان شاء الله نحن عم نجهز لمشروع، يعني فينا نقول برمضان حيكون شوي مشروع مختلف، يعني حيكون تقريبا داخل فيه انه طريقه التوصيل مع طريقه البرمجه الرقميه، يعني شوي ان شاء الله بدنا نحكي اكثر من هيك، نحن خليها انه ان شاء الله تجهز، ان شاء الله بيكون جاهز قريب. اكيد باذن الله، نحن عم نحاول قدر المستطاع انه نلبي الاحتياجات الموجوده. اكيد. بدنا نشكرك كثير الدكتور عباس مصطفى من فريق جمعيه تشارك، شكرا كثير لحضرتك، ونتمنى التوفيق لك ولكل الشباب المشاركين بالجمعيه. شكرا.